كابتن فريق فلامينغو، نبارك لكم هذا المستوى وهذه النتيجة، كيف شاهدت المباراة وصعوبة المباراة؟ أول شيء الحمد لله أشكر اللجنة المنظمة على تنظيم مثل هذه البطولات اللي تساعد اللعيبة الشباب على بروز مواهب في الملاعب، والحمد لله أول شيء الهدف أرباكنا في بداية المباراة، والحمد لله قدر كابيتانو ماجد مورينو الشرقية أن يعدل الوضع، والحمد لله النتيجة أسفلت الفوز فلامينغو. كان صعب فريق موبايل اليوم؟ والله تعرف الفرق يعني أول مرة نلعب مع موبايل، فرق تعرف لازم تلعب مع فرق جديدة، لازم تشوف نبض الفريق الثاني، هم استغلوا خطأ من الكابتن عبد العزيز بس قدرنا نصحح الأمور والحمد لله على هذه النتيجة. ماذا تقول الجماهير التي حضرت اليوم؟ أشكرهم من كل قلبي وأتمنى ازدياد في المباريات القادمة إن شاء الله. شكرا الكابتن علي. حياك الله أبوي.